ومعنا مشاهدينا تسريبات جديدة لحمد بن جاسم وزير خارجية قطر السابق يثبت فيها تآمر قطر على المملكة العربية السعودية. طالبين على اساس تحديد الوضع في السعوديه، بس هذا دائما يقول لك انا حنكتم الوضع من الوضع صعب وفي حكومات هذا ما هو مش ذاك اللي تحت يديروا الامور، يعني ممكن يكون هذا ما بس يخلون حد يشتغل في البلد. كتب يعني واحد اللي ما يقدر يشتغل 8 ساعات في اليوم 10 ساعات يترك غيره يشتغل وهو يشوف على الامور. هم لا تاكل الشباب يشتغلون ولا شيء. الامل في الصف الاول حتى في الجيش مفقود. الامل لازم في الصف الثاني. والصف الثاني هذول الناس يروحون غرفة، الناس يروحون كذا، واحد يشوف يعطي هذا الضوء بدون ما يطلب منه خدمة، يعني يخلق علاقات الشخصية مع الناس اللي في المفاصل. هذا جزء مهم في العملية في رأيي الشخصي. لأن أنت هنا معناته مش طالب منه طلب عشان تعطيه، يعني ما تسوي عليه منه أنك تقول والله أنا بساعدك لأنه أنا كذا وكذا. هذول وين يروحون؟ لندن، باريس، روما، سويسرا، معروفين. هذين نشتغل عليهم، سفارات مفروض، واحد وقع في مشكله، واحد مرض بعلاج، مش عارف ايش من هالناس المعينين. هذه ما تكلف كثير، هذه نقطة. النقطة الثانية، الانجليز قالوا لي احنا بنوقف في اخر لحظة مع ال سعود. لأنه البديل خطر، البديل الإسلامي، واحنا ما نريد إسلاميين. لو مالين بس ما يقدرون الا يؤمنون بديل. لا عندنا مشكله، احنا نجحنا ان انسحبنا قواعد من السعوديه لقطر، ايه هنا عمل خلل، ايه الان اعطوكم مره ثانيه قواعد مدفوعه الثمن. المشكله هنا يعني احنا شوي شوي كسرنا احتفالهم بالخليج، يعني انت شفت كم رئيس دوله حضر لدمشق، هذه قبل ما كانت الرياض دوله. الآن أمان حضرت، أمان دائما حضر الرجل الثاني اللي هو السنة ما حضر، وثلاث دول أخرى إحنا والكويت والإمارات حضروا. هذا فرق للسعودية كبير. إحنا في الجامعة ما عندهم السيطرة في الجامعة. إحنا مع الأمريكان شغالين في هالموضوع، طبعا عندنا خلاف على موضوع نجحت في السعوديين موضوع الجزيرة مع الأمريكان، عندنا خلاف في هذا الموضوع مع الأمريكان، هم زعلانين على موضوع الجزيرة في الأمريكان. هذه مشكلة، لكن احنا عندنا اتصالات كثيرة، هم يسألون ويعطون رأينا في أشياء كثيرة. القاعدة تعتقد
مزعجة للعالم العربي في إيش؟ أو هل هي عملت شيء في العالم العربي؟ يقال إنها طلعت الطائرات منها ضربت العراق، وممكن تطلع الآن لو في حرب بين إيران وبين أمريكا ممكن الطائرات تطلع منها. الإيرانيين والأمريكان يعرفون أن إحنا ضد أي عمل عسكري مع إيران. في دمشق وبنحرض الدور الثاني إنها تيجي، لكن في السوق كان إحنا يعني تلكان شوف اللي نسقيه مع السعوديين. الناس اللي ما عندهم كرامة مصر والأردن وبالذات مصر. الله يعمر إن هم منتهين. هذا القرار. لكن ما في شك إن مصر والسعودية هم اللي حلوا الخزي على العرب. هم الآن في تغيير صاير يعني بس يريد لوقت. يساعد الفقيه برنامج ماشي في السعودية على فكرة، في عدد من المساجد يتجمعون فيها.